السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا اليوم أعزائي المشاهدين يعني تألق لاعبين محترفين بشكل رهيب جدا. عندنا آدم الناس قدم 8 مرات حاسمتين، نجمنا الدولي الجزائري سعيد رحمة سجل هدف صاروخي بطريقته السابقة أعزائي المشاهدين عندما كان يلعب في نادي برينتفورد في درجة الشامبيونشيب، وأيضا نجمنا الدولي الجزائري رياض محرز صنع وسجل وأيضا قدم تمريرة حاسمة. هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله في هذا الفيديو، وسأشارك معكم ردة فعل الجماهير الإنجليزية على لاعبي محترفين والعديد من النقاط المهمة ستجدونها إن شاء الله في هذا الفيديو. فإذا كنتم تشاهدون للمرة الأولى وأيضا تريدون أن تكونوا جزء من هذه القناة، فكل ما يمكنكم فعله هو تفعيل زر التنبيهات وأيضا الاشتراك في القناة في الضغط على الزر الأحمر أسفل هذا الفيديو لكي يصلكم إن شاء الله كل ما هو جديد ينشره في هذه القناة مستقبلا. نبدأ أعزائي المشاهدين هذا الفيديو بسعيد رحمة، ومن بعدها ننتقل إلى نجمنا الجزائري رياض محرز الذي يلعب مباراة أمام نادي بارسلي. المباراة الأولى هي بين نادي يعني برينتفورد وأيضا نادي ويست هام يونايتد، وسعيد رحمة لعب أساسي لطيلة اللقاء أمام وضد فريقه السابق الذي كان يلعب معه في درجة الشامبيونشيب. طبعا تصريحات سعيد بن رحمه في الفتره الاخيره للموقع الرسمي لنادي ويست هام يونايتد قال بلي انه هذا الموسم الجديد راح تشوفوا سعيد بن رحمه الجديد، ويعني هذا هو الشيء اللي كنا نحن نبحث عليه. يعني شفنا الموسم الماضي سعيد بن رحمه ما كانش يقدم المستوى اللي كنا نشوفوه في درجه الشامبيونشيب، رغم انه كان مقيد والعديد من الامور السلبيه يعني منعت هذا اللاعب من التالق في الدوري الانجليزي الممتاز. ولكن اليوم اعزائي المشاهدين عندما لعب امام فريقه السابق يعني اظهر للجمهور الانجليزي على انه ما زال هذا اللاعب قادر يقدم المستوى الكبير، وعلى انه على اهبه الاستعداد هذا الموسم الجديد من اجل تقديم المستوى الرهيب جدا. وما ختم هذه المباراه اعزائي المشاهدين التي انتهت بهدف دون رد لصالح نادي ويست هام يونايتد والذي سجله نجمنا الجزائري سعيد رحمه، هذه الصوره الظاهره امامكم التي رفقت وارفقت بين نجمنا الجزائري ومدربه السابق مدرب نادي برينتفورد الذي صعد بفريقه الى الدوري الانجليزي الممتاز الملقب بتوماس فرانك. صراحة سعيد بن رحمة قدم هدف صاروخي بعيد جدا عن منطقة الجزاء، ويعني نفسه الهدف الذي كنا نشاهده في درجة الشامبيونشيب. يعني أنا متوقع بشكل كبير جدا هذا الموسم إن شاء الله راح يورينا الوجه الجديد لسعيد بن رحمة أو القديم الذي كنا نعرفه في الدوري درجة الشامبيونشيب. الظاهرة أمامكم يعني من جماهير نادي يعني الهامرز وأيضا حتى من المواقع الرسمية لنادي الهامرز وأيضا من الصحف الإنجليزية قائلين بريليانت بن رحمة، يعني سعيد بن رحمة يعني الساحر الجزائري كما تشاهدون هذا الإيموجي الظاهر أمامكم، وأيضا يعني كما نقول افتخروا بهذا الهدف الذي سجله سعيد بن رحمة. التعليق المولي قائلا gonna be massive for us this season سعيد بن رحمة، يعني قال بلي أنه سعيد بن رحمة هذا الموسم راح يقدم مستوى كبير جدا وراح يكون يعني الموسم له بطبيعة الحال. التعليق المولي قائلا هذا اللاعب سيكون مفتاح نادي يعني ويست هام هذا الموسم، بينما التعليق المولي قائلا نيو محرز ان بريمير ليج يعني رياض محرز الجديد في الدوري الإنجليزي ممتاز. طبعا التعليق المولي قائلا the man has arrived going to be his season يعني قال بلي انه هذا الموسم راح يكون الموسم نتاعه، بينما نادي ويست هام يونايتد قائلين يا له من هدف بن رحمه سيزن كما تشاهدون، والعديد من التعليقات الاخرى التي يعني متواجده في مواقع التواصل الاجتماعي، وايضا كانت هناك العديد من الصحف تكلمت عن نفس هذا الهدف والذي وصفته بالهدف المميز والممتاز. أما الآن إذا مشاهدين نأتي إلى ما صرح به توماس فرانك لنجمنا الجزائري سعيد بن رحمة. عدنا أحد الصحفيين الملقب بتوم كلارك الذي صرح قائلا توماس فرانك بعد المباراة مباشرة ذهب وأعطى لي يعني سعيد بن رحمة عناق رحب وعناق كبير جدا مثل ما صرح هذا يعني المشجع وهذا الصحفي. وقائلا في نفس السياق يعني ذكر يعني توماس فرانك ولمح توماس فرانك إلى الهدف الذي سجله سعيد بن رحمة وقائلا له ورحيت، يعني يا لها من ضربة ويا له من هدف سجلته علينا يا سعيد بن رحمة، اعتراف من مدربه السابق في درجة الشامبيونشيب. وكما قلنا تعليقات أخرى كبيرة جدا. أما نفس الشخص ونفس المعلق ونفس أيضا الصحفي صرح قائلا بلي أنه سعيد بن رحمة تلقى يعني تصفيق حار جدا من جماهير نادي ويست هام يونايتد وأيضا حتى من جماهير نادي برينتفورد بعدما يعني خرج من المباراة بهدف سجله على مرمى نادي يعني برينتفورد نادي السابق. الآن إذا مشاهدين نأتي إلى مباراة الجمعة بين نادي مانشستر سيتي وبارنسلي. طبعا هذه المباراة التحضيرية للموسم الجديد رياض محرز سجل هدف وأيضا صنع هدفين، وأيضا في نفس السياق إذا مشاهدين قدم تمريرة حاسمة قبل أن يخرج يعني كبديل في هذه المباراة. رياض محرز في مباراتين وديتين سجل هدفين، وأيضا كانت عنده العديد من يعني
كما نقول اعزائي المشاهدين من صناعات الاهداف والى غير ما ذلك. انطلاقه جيده من الجزائر رياض محرز، وطبعا التشكيله اللي شاهدناها اليوم في التي لعبت هذا اليوم يعني راح تكون متوقعه 90% انها ستشارك امام نادي ويعني ليستر سيتي في الدرع الخيري. على اي رياض محرز قدم لنا مستوى كبير، رغم انه ما كانش عنده جهد كبير جدا، ما قدمش الجهد البدني اللي كبير، كان نقدر نقول باللي انه كان يعني فقط يستمتع بهذه المباراه او يعني يتمرن في هذه المباراه، لانه يعني الفريق نادي بارنزلي يعني من درجه الشامبيونشيب، الا انه من درجه الشامبيونشيب الا انه لعبوا امام يعني الاكاديميه مرفوقين ببعض اللاعبين. فرياض محرز لعب يعني كجوكر في هذا اللقاء، كان يصنع اللعب لزملائه في الفريق بشكل كبير جدا، فكما قلنا صنع هجمتين، تلك الهجمتين الى هدفين، وايضا قدم تمريره حاسمه وسجل هدف لنفسه لكي يظهر للجماهير الانجليزيه ولبيب غوارديولا على انه حاضر 100% وايضا مستعد على اكمل الوجه يعني في هذا الموسم الجديد. عندنا إشادة من مانشستر سيتي قائلة حطها في الجول يا رياض، بينما التعليق الموالي قائلا رياض محرز ينشر سحره في ملعب الأكاديمية، صنع هدف الأول، بدأ الهدف الثاني وحتى الهدف الثالث، يعني كان هذا يعني بين الشوطين هذه التصريحات، وقائلا أيضا سجل الهدف الثالث. التعليق الموالي قائلا رياض محرز يعني لاعب جيد جدا الآن، وطبعا هذا الموسم الجديد سيكون فيه العديد من الأحداث الجيدة في الدور الإنجليزي ممتاز. التعليق الموالي قائلا زي مشاهدين رياض محرز كوغين ذيس بري سيزن، يعني رياض محرز حاليا يطهو بداية الدور الإنجليزي الممتاز وأيضا يعني المباريات الودية الأولى، بينما التعليق الموالي قائلا رياض محرز وكانسيلو يعني راهم مرتبطين مع بعضهم البعض بشكل احترافي وجيد جدا ويعني خارق للعادة، وصراحة الثنائية التي أصبح يقدمها جواو كانسيلو وأيضا رياض محرز هي جيدة بطبيعة الحال، ولكن أنا أفضل يعني ثنائية كايل والكر مع نجمنا الجزائري رياض محرز، أنا أراها أفضل من هذه الثنائية، إلا أن يعني إذا ما راحش يكون كايل والكر والعديد من اللاعبين للفريق الأول، فيعني جواو كانسيلو كان مضطر لكي يربط اسمه مع نجمنا الجزائري رياض محرز. تعليق الموالي قائلا بلود رياض محرز is greatest player and all the time، يعني رياض محرز أفضل لاعب في جميع المباريات صراحة، وقائلا أنه رياض محرز سيبدأ بحرارة، بينما التعليق الموالي من جول العالمي قائلا صنع الهدف الاول وساهم في الهدف الثاني وحل الهدف الثالث وايضا بطبيعه الحال يعني ساهم حتى في الهدف يعني الرابع، وقائلين رياض محرز يبدع ويمتع مع نادي مانشستر سيتي في اول 40 دقيقه امام نادي بارنزلي، بينما التعليق الموالي قائلا باللي انه انا اعتقد باللي انه نادي بارنزلي وايضا نادي بريستون حاليا يعتقدون باللي انه رياض محرز افضل لاعب افريقي في الجناح الايمن او في الاجنحه، وطبعا يعني المعلق الموالي صرح عليه قائلا تخيل باللي انني انا من مشجعي نادي بيرنلي، وطبعا نستحق ونقول باللي انه رياض محرز افضل لاعب يلعب جميع المباريات في الدوري الانجليزي الممتاز. تعليق الموالي قائلا محرز will be the best winger in the league this season mark my word، يعني قائلا تذكروا كلامي رياض محرز سيكون افضل لاعبين هذا الموسم. طبعا يعني الفانتازي قائلين محرز هو الافضل في السيتي في مرحله الاعداد حتى الان، وطبعا كانت هنالك تعليقات كثيره جدا جدا جدا، بينما تعليق الموالي قائلا رياض محرز يعني اصبح مرعب في نادي مانشستر سيتي، وطبعا يعني كما تشاهدون بلود رياض محرز is a scary for the league، فرياض محرز هذا الموسم اعزائي المشاهدين راح يكون عنده موسم خرافي ان شاء الله، خاصه ان الانطلاقه يعني كانت بدايتها جيده وان شاء الله تزيد تكمل في قادم المواعيد. فكان هذا الفيديو اليوم، اخبرونا ارائكم عن كل سعيد بن رحمه وايضا عن نجمنا الجزائري رياض محرز، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.